السلام عليكم. اليوم مع مكمل غذائي اخر اللي هو بوست مي شوفو. بوست مي شوفو اقراص اللي هي ممتازه جدا بالنسبه للناس اللي كيعانيو من تساقط الشعر، الناس اللي عندها ضعف نمو الشعر، الناس اللي كتعاني من الصلع، الناس اللي عندها مشاكل ديال فقر الدم، مشاكل داخليه كتعاني على نمو الشعر. بوست مي شوفو ينفعو في هاد الامور. بوست مي شوفو كما تساقط الشعر ينشط الدوره الدمويه الدقيقه اللي فرغت الراس لانه كيحتوي على الجانكوبيلوبا، كذلك يساهم في تجديد فروة الرأس، كذلك يساهم في تحسين حالة الرأس. علاش؟ لأنه غني بمادة السيلينيوم وفيتامين B8 B12 هما الأساسيين في هذه الحالة. هذه الناس اللي كيعانيو من الصلع، الناس اللي عندهم فقر الدم، مشاكل فقر الدم، خصوصا النساء اللي كتجي لها هذه الشهرية مجهدة أو اللي عندهم سوء تغذية وعندهم الشعر كيطيح لهم، بوست مي شوفو كينفع في هذه الأمور هذه. علاش؟ حيت كيحتوي كذلك اضافه الى جانكوبيلوبا كيحتوي على السبيرولينا، على ليفور دو بيير، على النبته سميتها بريل، يعني مجموعه ديال المكونات اللي كتساعد في هذه الامور هذه، والحمد لله كتكون النتيجه ديالها مبهره مع الوقت، خصوصا اذا استعملت مع علاجات خارجيه بالنسبه للزيوت، بالنسبه للاعشاب، شامبوانات على حساب يعني شنو كيبغيو يديروا النساء بالنسبه للشعر ديالهم. بالنسبه ان شاء الله غادي نقوموا بحلقات اخرى نضيفوا فيها مكونات اخرى خارجيه كتستعمل بالنسبه للنساء اللي بغاو يحفزوا الشعر ديالهم. هذه الوصفات هذه كتستعمل مع بوست مي شوفو، يعني كيكون علاج داخلي خارجي باش تكون نتيجه مبهره ان شاء الله، خصوصا بالنسبه للناس اللي عندهم هذه المشاكل هذه. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم.